اقرأ في شبيبة اليوم برعاية إعلامية رئيسية من مجموعة مسقط للإعلام. الخميس المقبل انطلاق فعاليات مهرجان مسقط. بنك مسقط يدشن برنامج المزيونة لعام 2017 بجوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني. العينين أول مطعم عائم في السلطنة. التنمية الاجتماعية، الإهمال يستحوذ على أكثر من نصف حالات الإساءة للأطفال في السلطنة. ماذا أنت فاعل؟ سؤال الأمريكيين لترامب قبيل تنصيبه رسمياً.